كرة القدم الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى تتواصل في وسط الأسبوع الحالي نهار الأربعاء مع مضي 3.5 في ملعب قربة. مستقبل سليمان يستضيف الترجي بتحكيم هيثم الطرابلسي، وفي ملعب الطيب المهيري نادي الصفاقسي مع اتحاد بن قردان ويصفر أشرف الحركاتي. نهار الخميس ماضي 3.5 في ملعب باردو دون حضور جمهور بسبب العقوبة الملعب التونسي باش يستضيف نجم المتلوي، وفي ملعب بن جنات مع 6 العشية المباراة هذه تتلعب ديربي الساحل بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي. بعد نهاية الدورة التمهيدية الثاني للمسابقات القارية للأندية نعطيكم الفرق المتأهلة قبل قرعة المجموعات واللي باش يقع صاحبها نهار 7 أكتوبر. بالنسبة لرابط الأبطال في المستوى الأول نلقاو الترجي الأهلي المصري، سان داونز الجنوب أفريقي، وتي بي مازيمبي الكونغولي. في المستوى الثاني الرجاء المغربي، شباب بالوزداد الجزائري، بيراميدز المصري، يانغ أفريكانز التنزاني. في المستوى الثالث الهلال السوداني، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي، والجيش الملكي المغربي. وفي المستوى الرابع نلقاو مولدية الجزائر، جوليبال مالي، ستادا بيجون ليفواري، ومانيما يونيون الكونغولي. بالنسبة لكأس الكونفدرالية الإفريقية المستوى الأول باش نلقاو فيه الزمالك المصري، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، واتحاد العاصمة الجزائري. في المستوى الثاني نادي الصفاقسي، ياسيك ميموزا ليفواري، الملعب المالي والمصري البورسعيدي. ثم في المستوى الثالث والرابع نلقاو جراف السنغالي، انيمبا النيجيري، لواندا سولا الأنغولي، النادي القسنطيني الجزائري، أورابا يونايتد البوتسواني، أونز برافوس الأنغولي، ستيل إمبوش الجنوب أفريقي، وبلاك بولز الموزمبيقي. نرجع للرابطة المحترفة الأولى نعطيكم تعيينات الجولة الثالثة ذهاب واللي تتلعب بين السبت والأحد. نهار السبت في ملعب زويتن مباراة شبيبة العمران النادي الصفاقسي، مباراة الكل ماضي 3 بالنسبة لنهار السبت. أيضا النادي البنزرتي مع مستقبل سليمان، قوافل القفصة مع النادي الإفريقي، واتحاد بن قردان مع الأولمبي الباجي. ثم نهار لحد الدفعة الثانية من الجولة الثالثة في ملعب سوسة، النجم الساحلي مع الاتحاد الرياضي بتطاوين مع ماضي 3، أيضا مستقبل جابس اتحاد المونستيري ماضي 3، نفس الشيء بالنسبة لمباراة ترجي جريس والنجم المتلوي. ثم المباراة الأخيرة باش تلعب بالخمسة ونصف في ملعب رادس بين الترجي والملعب التونسي. إلى كرة اليد، بطولة إفريقيا للأمم مصاغر مواليد 2006-2007 بالمهدية والمؤهلة لبطولة العالم مصر 2025، المنتخب التونسي يلعب اليوم دور ربع نهائي ضد منتخب بوراندي بداية من 6. فكرة على جاهزية عناصرنا الوطنية مع المدرب محمد علي بوغزالة في المباشر. مرحبا سي محمد علي. مرحبا بك أخويا شهير، مرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية. كما قلت أنت، الهدف من المقابلة هذه إن شاء الله هو تأمين الترشح إن شاء الله لكأس العالم مصر 2025، اللي هو يعتبر الهدف الأساسي نتاع المنتخب هذا 2006-2007. لأن كما تعرف الستار دو فورماسيون نتاع الملاعبية يلزم يتعدى بالبطولات الإفريقية، وأهم شيء يتعدى بالبطولات العالمية اللي هي العنصر الأساسي في تكوين اللاعبين هذوما. والهدف منه بالطبيعة نشوفه إن شاء الله في القريب، إن شاء الله سنتين ثلاثة قدام، نشوفوا ملاعبية قادرين باش يحملوا زي نتاع الفريق الوطني الاول، يعني الفريق الكاف ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. وانت حكيت على الزي قبل ما ندخلوا شويه الامور الفنيه، ان شاء الله يظهر الزي اللي نلعبوا به هو الاحمر ولا الابيض، مش كما شفنا منتخب الاواصل اللي يلعب بالزي الازرق اللي بعيد شويه على العلم التونسي. والله ايش نقول لك، احنا تو بالنسبه للفريق 2006-2007 نلعبوا بالزي ان شاء الله اليوم الاحمر، ولعبنا المقابلات نتاعنا بالزي الابيض. صار الظروف ممكن الناس كلها عندها فكرة عليها، خليت الفريق يلعب بالزي الأزرق، لكن اليوم بحول الله شنعبوا بالزي الأحمر زي اللي بتعودين به إن شاء الله. بي خلينا نحكي شوية أمور فنية على البطولة هذه، واضح أنه في الأخير باش تكون المنافسة كالعادة بين تونس ومصر. والله خشي منطقيا فما مستويين ظاهرين، معناتها فما مستوى أول فيه منتخبنا إن شاء الله ومنتخب المصري، وفما مستوى أقل شوية في منتخب المغرب، المنتخب الجزائري، منتخب الغيني، وهذوما تقريبا يعني الفرق اللي جايين في الصف الثاني. يعني احنا الهدف ان شاء الله نمشيو خطوه بخطوه. عندنا هدف كما قلت لك اليوم ضد البوراندي هو تامين الترشح ان شاء الله لكاس بطوله العالم مصر 2025، وبعد ان شاء الله ناخذ كل مقابله ومقابلتها، ما نستهزوش بالمنافسين اللي جايين قبلنا، وما نحطوش مصر ما نخموش يعني في النهائي قبل نصف النهائي، نمشيو ان شاء الله اليوم اهم شيء
كما قلت لك نفوز اليوم وبعد لكل حادث حديث كما قلت. وان شاء الله من بعد يكون اللقب تونسي علاش لا. دعوه من خلالك للجمهور في قاعه المهديه انه يجي ويشجع زاد لانه الحضور الجماهيري مهم جدا. اكيد هو ديما نحبوا نذكروا ان المنتخب نتاعنا التونسي يعني الهدف نتاعه بطبيعه ترشح للبطوله العالم هذاك اكيد، لكن يبقى الهدف الاول واللي ان شاء الله نقدروا نوصلوا له هو الحصول على بطوله افريقيا ان شاء الله في المهديه، وما غير من المهديه وجمهور المهديه مش بحاجه للاستدعاء، وراه هذايا يعني في تقييم في 6 ايام ولا 7 ايام التالي في نهائي بطوله افريقيا معناتها جونيور كانت القاعه تقريبا 400 ولا 500 عبد البقى ما قدروش يدخلوا للقاعه، احنا اللي نعدوهم جمهور المهديه وجمهور التونسي اللي رانا باش نبذلوا مجهوداتنا الكل باش ان شاء الله نقلوا اللقب في تونس ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق، شكرا لك سي محمد يعني. علي بغزاله، وان شاء الله منتخبنا يكون موجود ايضا في المونديال. بالنسبه للبرنامج الكامل الربع النهائي ماضي 3 المغرب مع الجزائر في قاعه المهديه، وليبيا غينيا في قصور السيف، ثم 6 تونس بوراندي في قاعه المهديه، ومصر كينيا في قاعه قصور السيف. في التصنيف العالمي للعبات التنس الصادر اليوم، لعبتنا التونسية أونس جابر تحتل المركز 26 عالميا. البارح بتبارقة كان الموعد مع اختتام بطولة تونس للتجديف الشاطئي سرعة لسنة 2024، فكرة على أهم مسار مع المدير الفني للجامعة فيصل سولا. البطولة دارت نهار السبت والأحد 21 سبتمبر، وكانت الأجواء طيبة ياسر، الظروف المناخية كانت خارقة للعادة، شاركوا فيها 8 نوادي بالإضافة للمدرسة الفيدرالية البحيرة، وكان طبعا النتائج على النحو التالي: جمعية رياضة البحرية المدرسة الصيد البحري 3 ميداليات ذهبية و2 فضية و3 برونزية، النادي الرياضي والثقافي للإدارة العامة للأمن الوطني بسلام المرتبة الثانية 2 ذهبية و1 فضية، النادي البحري البحرية التونسية بحق الواد هو ميداليتين ذهبية وميدالية برونزية المرتبة الثالثة، المرتبة الرابعة النادي البحري بسوسة ميدالية ذهبية وميدالية فضية، نادي تيبازا للرياضات البحرية أجيم جربة 2 فضية و2 برونزية دونك هذه المرتبة الخامسة، المرتبة السادسة الجمعية الرياضية للبحيرة ب2 فضية وميدالية برونزية، وفي المرتبة السابعة المدرسة الفيدرالية للبحيرة ذات ميدالية برونزية، طبعا المرتبة الثامنة النادي البحري لخير الدين ماخذ حتى ميدالية دونك ترتب في المرتبة الثامنة. كانوا عدد المشاركين تقريبا في حدود 60 جداف وجدافة، سباقات دارت في الفردي والزوجي المختلط والزوجي ذكور وزوجي إناث بالنسبة للأقل من 19 سنة، وبالنسبة كذلك الأكابر والكبريات فردي أكابر وفردي كبريات وفردي مختلط اللي هما أصناف إن شاء الله باش تكون في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 بالنسبة للأكابر، وبالنسبة للأقل من 19 في الألعاب الأولمبية للشباب في 2026 في داكار السنغال. الكرة في العالم اليوم في أوروبا تحديدا من الجولة الخامسة في السيريا الإيطالية 8 غربوا أتلانتا مع كومو، في الجولة السادسة للليغا الإسبانية 8 ريال بيتيس مع ريال مايوركا. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، جمل تحيات شهير الكافي في لمان. فلاش سبورت.